الأطباء أعطوهم كليتين مصابتين. لقد أخفق الأطباء في ويلز عندما نقلوا كليتين لهذين الرجلين حقائق مرعبة تنكشف بعد موت كل من دارين هوكس 42 عاما وروبرت ستيوارت 67 عاما بعد أن خضعا لعمليتي زرع الكلى. كلا الضحيتين أخذا الكلى من نفس المتبرع في مستشفى الجامع التابع لويلز في إكراديف ومتى خلال 3 أسابيع، حيث اتضح أن الكلى مصابة بداء الدودة المدورة والتي تعيش في التربة والخيول. لقد أخبر الضحايا بأن الكلى تعود لرجل مات في حادث سير، وفي الحقيقة فإن صاحب الكلى رجل مشرد مات بسبب التهاب السحايا الذي يسببه الطفيلي ذاته. حتى أن جثة المتبرع البالغ 39 عاما لم تشرح قبل أن يتم تسويق الأعضاء في مختلف المستشفيات. الجراحين في ليدز ونيوكاسل وشيفيلد وبرمنغهام ومانشستر وأدنبرا كلهم أجمعوا على أن أعضاء هذا الرجل غير قابلة للزرع الطبي، إلا أن مستشفى ويلز وافق على استخدام الأعضاء وزرعها في أجساد هذين الرجلين. إن هوكس وستيوارت هما 2 من 5 حالات موت مماثلة. لقد فتح تحقيق والعائلات تطالب المحامين بالقصاص من الإهمال الطبي. ترى أي إهمال يغفر لهؤلاء الأطباء القتلة؟